قسم الطب الشرعي بمستشفى تيمون بمرسيليا. هنا يتم تشريح جثة امرأة توفيت شنقاً لمعرفة ما إذا كانت أقدمت على الانتحار أو أن شخصاً ما قام بشنقها. القضاء يحتاج في هذه الحالة إلى تقرير الطب الشرعي للحصول على إجابات شافية. وسيلة الشنق غير واضحة تماماً. هناك عقدة في الجانب الأيمن. عملية المسح الضوئي ستكون مهمة في هذه الحالة. الجديد في عالم الطب الشرعي منذ 3 سنوات هو اللجوء إلى التشريح الافتراضي. في مرسيليا تتكرر عمليات القتل بأسلحة نارية. الأطباء يلجؤون كثيراً إلى عملية التشريح الافتراضي. إنه مكسب كبير وربح عظيم للوقت. من الأكيد أنه لن يحل محل عملية تشريح الجثث التقليدية، لأننا في حاجة دائماً إلى صور حقيقية. لكن بالنسبة لمسار الرصاصة مثلاً، فإن عملية التشريح الافتراضي يمكنها أن تقدم لنا تفاصيل أوضح. التشريح الافتراضي اعتمد أولاً في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقوم على استخدام أداتين للتشخيص بعد الوفاة، من جهة الماسح الضوئي لتصوير الأجزاء العظمية، ومن جهة أخرى الرنين المغناطيسي لتصوير الأنسجة والأعضاء. عمليات التشريح تتم الآن مع أطباء الأشعة. الصورة الافتراضية يمكنها توجيه الطبيب الشرعي إما قبل التشريح وإما لتأكيد نتائجه. هنا نجد القناة السمعية الخارجية اليسرى. أحرك الفأرة لأتحول إلى الجانب الأيمن وأرى التفاصيل التي أحتاجها. نحن نرى أذنا عادية، كما يمكننا رؤية كل شظايا العظم التي نتجت عن مرور الرصاصة والثقب الذي خلفته. هذا رجل قتل بطلق النار ثم تم إحراقه. يمكن معرفة كيف قتل بالتفصيل والقماش الذي لفت به الجثة. مطلق النار هو الراكب الخلفي على اليسار. استخدم يده اليسرى لإطلاق النار ووضع المسدس في أذن القتيل، لذلك خرجت الرصاصة من الجانب الآخر. نقوم بمسح الجسم من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين. نحن نمسح تفاصيل بحجم 0.6 مليمترات في كامل الجسم البشري، ويمكن إرسال كل المعلومات المتعلقة به لزملائنا إذا أردنا أن نحصل على وجهات نظر مختلفة. لدينا مخزون من المعلومات يمكن من إعادة فتح القضية ولو بعد 10 سنوات، فمن خلال نقرات قليلة يمكن العودة إلى كل المعلومات التي حصلنا عليها يوم التشريح. وبعيداً عن مرسيليا، هناك مدن أوروبية أخرى يتم فيها الاعتماد على التشريح الافتراضي، مثل المركز الطبي الجامعي بلوزان في سويسرا. الدكتورة غولو تقوم بعملية تشريح جثة رضع لمعرفة سبب موتهم المفاجئ. التصوير بالرنين المغناطيسي يسمح بإرجاع الرفاة إلى أسرهم بأسرع وقت. عملية التصوير لا تسمح لنا بمعرفة وزن الأعضاء مثلاً، ولكن هناك أدوات تسمح لنا بتقييم الأحجام، وانطلاقاً من هذه المعطيات يمكننا حساب الوزن، فلا نكون بحاجة لاستخراج الأعضاء، ولكن نحصل في المقابل على كل البيانات اللازمة.